السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم باش نحضر معاكم كيراتين طبيعي للشعر، للشعر المجعد ولا للشعر اللي مكسر السشوار، اللي معناها صاحبته ديما تسشور وديما تسبغ. هذايا كيراتين طبيعي بحول الله يحسن من الشعرة ويزيد في طولها ويغذيه. نشوفوا مع بعضنا اش يلزمه. يلزمه الصبار، شفتوا النبتة بتاع الصبار هذه موجودة في بلادنا وعمرنا، أنا واحدة من الناس عمري لهجتني الفكرة باش نحي القلب متاعها ونعمله في وصفة الشعر. نشوف الشامبوان متاعه نشريه بكري، يبدأ فيه الصبار شامبوان نعرفه باهي، أما عمري لا شديت الصبار وحليته بالسكينة وعناه ورحيته مع شوية زيت وعملته في شعر، ما تجينيش الفكرة أصل. هذه كيراتين طبيعي متاع البرازيل، يبيعونا فيه بأغلى الأثمان، وهو بشوية زيوت وشوية الجيل متاع الصبار. الجيل متاع الصبار هاو كيفاش نحيته، معناها قصيت الجناب متاعو وحليته ساهل، هاو هذايا الجيل القلب متاعو متاع الصبار، شفتوه هذايا قلب الصبار. نحيت قدر مغرفتين متاع أكل، ومعاها مغرفة ماء ورد، مغرفة زيت لوز حلو، مغرفة زيت خروع. زيت الخروع غني على التعريف، يعني أي وصفة تحبها تنجح للشعر وماسك للشعر يلزم فيها زيت الخروع. وهذايا جليسيرين، الجليسيرين هذا تشريه من الفارماسي، يبدا بير وتعملي منه نص مغرفة، كلهم مغرفة إلا الجليسيرين نص مغرفة. نرحوهم تو مع بعضاهم. هذه نتاع مرتين، يعني بنعملوه في الأسبوع مرتين الكيراتين هذا، داومي عليه تستغني على السشوار وشعرك يتغذى ويزيد في طوله وتحسيه يتحسن من أول استعمال. بحول الله من أول استعمال تشوفي إنه شعرك تحسن. نحطه في الرحاية الجيل متاع الصبار، الجليسيرين شطر مغرفة، يعني نص مغرفة كيف هك. هذا معناها مرتين في الأسبوع الماسك هذا تعملوه وتخلوه في شعركم ساعة. هذا زيت الخروة نعمله مغرفة كاملة، مغرفة معبية. وزيت اللوز مغرفة ثامة، هاني مغرفة كاملة. والمورد مغرفة، مورد طبيعي هذا، هذا خاص للكؤر وخاص للشعر، هاوينو مش متاع اللي نطيبو بيه، لا هذا يعني بيو خاص للشعر. امشوا الفارماسيتو يعطيكم المورد الطبيعي، نعملو منه مغرفة ثامة. كلهم نفس القيمة إلا الجليسيرين نعملو شطر مغرفة. نرحوه تو، كملنا رحيناه، شوفوا علاش تحصلنا، تحصلنا على جيل لزج فيه الزيوت المفيدة للشعر والصبار مفيد للشعر، يعني وصفة طبيعية وسهلة وبحول الله نتيجتها باش تشوفيها من أول استعمال، ما عادش تستغني عليها. بحاول تعمليه مرتين في الاسبوع وتخليه على الاقل ساعه في شعرك، وبعدك تغسليه عادي شعرك تحسيه يتمشط يولي ساهل في المشطان ويتغذى واصل تحسيه بالحق الشعر تحسن عليه. ان شاء الله تجربوها الوصفه ذي وتفيدكم، وان شاء الله تعم الفائده. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله، دمتم في امان الله وحفظه، الى اللقاء.